أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لا زال كلامنا في باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم عليهم السلام من كتاب الكافي الشريف. هذا الباب يتضمن أحاديث في كيفية خلق الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وآله وللأئمة عليهم الصلاة والسلام، وبيان كيفية خلقهم فيها جهتان. الجهة الأولى بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، حيث قدر وخلق ما يشاء. والجهة الثانية بيان منزلة وقدر الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام. مثلا الله سبحانه وتعالى في القرآن بيّن أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أو في سورة فصلت الله سبحانه وتعالى يبين تفصيلا أكثر في كيفية خلق السماوات والأرض وتقدير أقواتها. ما الفائدة في ذلك؟ الفائدة في ذلك بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، بحيث تلين قلوب الناس لطاعته وترك معصيته. فإذا بيّن الله سبحانه وتعالى هذه الأمور في كيفية الخلق، أو الرسول والأئمة بيّنوا ذلك، نحن تلين قلوبنا لمعرفة الله سبحانه وتعالى وقدرته أكثر من جهة، ويتبين لنا عظمة الأئمة عليهم الصلاة والسلام ومن قبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله، عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا، فإطاعتهم وترك معصيتهم تكون أسهل. وأحاديث كيفية الخلق، خلق الأئمة وأنهم خلقوا من طينة عليين، وأن الأعداء خلقوا من طينة سجين، هذه أحاديث كما وردت في كتب الشيعة، في كتب الشيعة كذلك وردت في كتب غيرهم. مثلا وردت في صحيح ابن حبان، وفي مسند أحمد بن حنبل، وفي مسند البزاز، وفي مختصر تاريخ دمشق. ومن أراد التفصيل فليراجع هذه الكتب. والآن نحن نذكر ما ورد في كتاب الكافي الشريف عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في الحديثين الماضيين من هذا الباب ذكر الأئمة عليهم الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى خلق نورا من عظمته، ومن ذلك النور خلق أرواح الرسول والأئمة، وخلق الجنة، وأعلى منطقة في الجنة هي عليون، خلق منها أبدان الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فأسكن ذلك النور في هذه الأبدان بتفصيل شرحناه فيما مضى. الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، فيه تفصيل أكثر. يعني تلك الأحاديث أجملت الروح من نور عظمة الله، يعني الله سبحانه وتعالى خلق نورا بعظمته فخلق منه أرواحهم،
وخلق الجنان، ومن أعلى منطقة في الجنان خلق أبدانهم. هذا المختصر. لكن هذا الحديث عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يفصل تفصيلا أكثر. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لله نهرا دون عرشه، ودون النهر الذي دون عرشه نور نوره، وإن في حافتي النهر روحين مخلوقين، روح القدس وروح من أمره، وإن لله 10 طينات، 5 من الجنة و5 من الأرض. ففسر الجنان وفسر الأرض، ثم قال: ما من نبي ولا ملك من بعده جبله إلا نفخ فيه من إحدى الروحين، وجعل النبي من إحدى الطينتين. الراوي يسأل: قلت لأبي الحسن الأول، يعني الإمام الكاظم الذي يروي هذا الحديث عن جده أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ما الجبل؟ قال: الخلق غيرنا، أهل البيت، فإن الله عز وجل خلقنا من 10 طينات، ونفخ فينا من الروحين جميعا، فأطيب بها طيبا. حاصل هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى خلق تحت العرش نهرا. هسه هذا النهر شنو فيه؟ ماء فيه؟ لعله: وجعلنا من الماء كل شيء حي. أو في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: وكان عرشه على الماء. وذلك الماء الله سبحانه وتعالى خلق منه خلقا، أو ذلك النهر من نور تشبيها بالنهر الذي هو من الماء، لا ندري ذلك، لكن نعلم بعظمته، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه بعظمته وجعله تحت العرش، شرفه بذلك. إن لله نهرا دون عرشه، ودون النهر الذي دون عرشه نور نوره. الله سبحانه وتعالى خلق نورا بجنب ذلك النهر، نور نوره، يعني خلقه، يعني جعله نورا. لأنه في اللغة العربية كثيرا ما تكون الأفعال بمعنى الإيجاد، وتشتق من الفعل الذي يراد بيانه. مثلا نقول: حدث أحدثه، يعني أوجده، أو نقول: كتاب كتبه، أو نقول: علم علمه، نور نوره، يعني خلقه فجعله نورا. فإذن دون العرش نهر، ودون النهر نور، وإن في حافتي النهر روحين مخلوقين. المقصود مادة الروح، يعني المادة الذي خلق منها الروح، لأنه كما ذكرنا في الحلقة الماضية الروح أيضا مادي، كل المخلوقات مادية، الروح، العقل، النفس، الملائكة وما إلى ذلك. والمجرد من المادة، يعني الذي ليس بمادي، هو الله سبحانه وتعالى فقط، وهذا ما تدل عليه بعض الأحاديث. وأما ادعاء تجرد مخلوقات أخرى كالروح والملائكة والنفس والعقل وما إلى ذلك، فخال عن الدليل، مذكورة أدلة خطابية لكنها ليست ترقى إلى مستوى الدليل. فإذن في حافتي النهر الله سبحانه وتعالى خلق مادة الروحين، روح القدس وروح من أمره.
هذا روح القدس الذي هنا لا يراد به جبرائيل عليه السلام، ولا يراد به الروح الذي هو خلق أعظم من الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وإنما هي روح قدسها الله. روح القدس يعني روح قدسها الله سبحانه وتعالى، يعني مادة الأرواح هي. وروح من أمره، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذن في حافتي النهر روحان، يعني مادة الروحين، من طرف مادة روح القدس يعني الروح المقدسة، ومن طرف آخر في الحافة الأخرى روح من أمره يعني مادة الروح من أمره. وإن لله 10 طينات اللي خلقت منها الأجساد، 5 من الجنة و5 من الأرض، 5 بالجنة و5 من الأرض. طبعا هذه 5 التي هي من الأرض هي أساسها أيضا من الجنة، الله سبحانه وتعالى نقلها من الجنة إلى الأرض. طبعا هذه الجنان 5 أو 5 وهذه الأراضين 5 تفصيلها مذكور في حديث آخر في نهاية هذا الحديث يرويه الكليني رضوان الله تعالى عليه، لكن هنا إما الكليني أو أحد الرواة اختصر، وإلا فإن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فسر هذه الجنان وبين هذه الأراضين، لذا هنا بين قوسين في نص الحديث ففسر الجنان وفسر الأرض. شنو هاي الجنان 5 وشنو هاي الأراضين 5؟ أمير المؤمنين فسرها، لكن الكليني أو الراوي اختصارا لم يذكرها، وبعد هذا الحديث يرويها الكليني عن حديث آخر سنذكره في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. زين، فعدنا النهر في طرفيه مادة الأرواح، روح القدس وروح من أمره، وهناك طينات 10، 5 في الجنان و5 في الأراضين. ثم قال أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي ولا ملك من بعده. يبدو من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى في البداية خلق الأنبياء ثم خلق الملائكة في الخلق الأول. ما من نبي ولا ملك من بعده جبله، جبله يعني خلقه، إلا نفخ فيه من إحدى الروحين. الله سبحانه وتعالى نفخ فيه من إحدى الروحين، والظاهر إنها روح القدس في الرسل وروح من أمره في سائر الأنبياء، كما لعله يظهر من بعض الأحاديث. وجعل النبي من إحدى الطينتين، ما يذكر الملائكة لأن الملائكة لا أبدان لهم، أرواح لا أبدان لهم. وجعل النبي يعني الأنبياء من إحدى الطينتين، قلنا طينة الجنة وطينة الأرض، 5 طينات من الجنة 5 طينات من الأرض. فإذن خلق الله روحين يعني مادة الروحين، ومن إحدى الروحين خلق الرسل، روح الرسل، ومن إحدى الروحين الأخرى خلق روح سائر الأنبياء غير الرسل، لأن الأنبياء إما مرسلون وإما غير مرسلين كما ذكرنا تفصيله سابقا، مثلا عيسى عليه الصلاة والسلام نبي مرسل، أما يحيى
كان نبيا غير مرسل يصدق عيسى عليه الصلاة والسلام. فمن إحدى الروحين خلق الرسل، ومن إحدى الروحين خلق سائر الأنبياء، ومن إحدى الطينتين خلق أجساد الأنبياء. قلت لأبي الحسن الأول، هذا الحديث عن أمير المؤمنين، الإمام الكاظم ينقل هذا الحديث، فيجي الراوي يسأل الإمام الكاظم عن معنى الجبل، لأنه الأمير المؤمنين قال ما من نبي ولا ملك من بعده جبله إلا نفخ فيه إحدى الروحين. جبله يعني شنو؟ مصدر الجبله يصير الجبل بمعنى الخلق. الإمام يقول فقال الخلق غيرنا، الجبل هو الخلق، لكن المقصود بكلام أمير المؤمنين مو إحنا، يعني مو الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام، المقصود سائر الأنبياء خلقوا من إحدى الروحين وإحدى الطينتين. إحدى الطينتين يعني كل طينة من خمس طينات. الخلق غيرنا أهل البيت، فإن الله عز وجل خلقنا من العاشر طينات ونفخ فينا من الروحين جميعا، فأطيب بها طيبا. أما بالنسبة إلى الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى جعل مادة أرواحهم من الروحين، من روح القدس ومن الروح من أمره، وجعل طينة أبدانهم من الطينات العشر. وبيان ذلك إن الله سبحانه وتعالى خلق عليين من أفضل منطقة من عليين، قسم طينتها في خمس جنان وفي خمس أراضين. فعندما يقول من طينة الأرض، ليس من التراب الذي خلق في الأرض، لا، هو تراب أو طينة خلقت في عليين ثم نقلت إلى الأرض. وكذلك بالنسبة إلى الروح، نور من عظمته الله سبحانه وتعالى جعله في مادة الروحين، أو ذلك النور حوله إلى الروحين، ثم من هذين الروحين خلق أرواح الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام. زين، هسه تفصيل هاي الجنان الخمس والطينات العشر، في حديث آخر قال طين الجنان جنة عدن وجنة المأوى وجنة النعيم والفردوس والخلد، وطين الأرض مكة والمدينة والكوفة وبيت المقدس والحائر. يعني الله سبحانه وتعالى ذلك النور الذي خلقه من عظمته، هذا خلق منه الروحين، وخلق من هذين الروحين أرواح الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ومن قبلهم روح رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. وبالنسبة إلى أجسادهم، خلق عليين، من أعلى عليين انتزع طينة قسمها بين الجنان وبين الأرض، ثم هاي الطينات العشر الله سبحانه وتعالى بقدرته يجمعها فيخلق منه أبدان الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ومن قبلهم رسول الله، ومن قبلهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. زين، هاي الطينات اللي هي من الجنة أو الطينات اللي هي من الأرض، شنو هي هاي الجنان؟ جنة عدن، الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ومساكن طيبة في جنات عدن في سورة الصف، هذه إحدى الجنان.
الجنة الثانية جنة المأوى. الله سبحانه وتعالى يقول عندها جنة المأوى، هذا في سورة النجم. الجنة الثالثة جنة النعيم. الله سبحانه وتعالى يقول إن المتقين في جنات وعيون في سورة الحجر. وعدنا في الرابعة جنة الفردوس. الله سبحانه وتعالى يقول الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون في سورة المؤمنون. الخامسة جنة الخلد. الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان يقول أم جنة الخلد التي وعد المتقون. جنة عدن يعني جنة الإقامة، جنة المأوى يعني جنة إيواء نفوس المؤمنين عندها، أي رجوعهم، أي رجوعهم. جنة النعيم لتنعم المؤمنين فيها. جنة الفردوس، الفردوس شنو هو؟ البستان الجميل الجامع بين الثمر والزهر وسائر المناظر الجميل الحسنة. جنة الخلد بمعنى دوام البقاء. الطينة اللي في عليين الله سبحانه وتعالى قسمها بين هذه الجنان الخمس. أما طينة الأرض فالله سبحانه وتعالى من عليين نقل طينة إلى مكة وإلى المدينة وإلى الكوفة. يظهر من بعض الروايات أنها وضعت في مسجد السهلة اللي هو في الكوفة، وبيت المقدس والحائر، الحائر الحسيني يعني حرم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، من كل طرف 24 أو 25 ذراع من طرف من أطراف القبر الشريف يسمى الحائر. هذه من الجنان الله سبحانه وتعالى نقلها، ثم جمع هذه الطينات العشر وخلق منها أبدان الأئمة ومن قبلهم الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام. هسه واحد يجي يسأل ليش هذا التفصيل وشنو الفائدة في علمنا به؟ أما لماذا هذا التفصيل؟ فسنة الله جرت على هذا الأمر. يعني أنت أي إنسان تشوفه، أي إنسان تشوفه، هذا جسده مركب، هذا التركيب من مختلف مناطق الأرض اجتمع. يعني الوالد الوالدة أكل الطعام، هذا الطعام من وين؟ من الأرض، من مناطق مختلفة. هاي فاكهة جاية من الهند، وذيك الفاكهة جاية من الأندونيسيا، وهذا اللحم جاي من أستراليا، وهذا المادري الأكل جاي من المنطقة الفلانية. هذه تجتمع تتحول إلى نطفة، تتحول إلى علقة، تتحول إلى مضغة، تتحول إلى جنين، ثم هذا الجنين يخرج إلى الدنيا. يعني كل إنسان جسده في الواقع مجموع من مختلف بقاع الأرض، مو من منطقة واحدة. لكن الناس العاديين من تراب، أو الله سبحانه وتعالى من عليين، أدنى عليين أرواح المؤمنين خلقه، من أدنى من ذلك أجسادهم وفرقها في الأرض ثم تجتمع. وعندما يموت الإنسان أيضا جسمه يتحول إلى تراب، وهذا التراب قد يتفرق في مختلف المناطق. الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يجمع ما تفرق ثم يحوله إلى ما كان عليه من لحم ودم وعظم، لأن المعاد جسماني. البدء كذلك من أماكن متفرقة، الختام أيضا كذلك، المنتهى أيضا اجتماع هذه الأبعاد من أماكن مختلفة. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، حكمته جرت على ذلك. وأما فهمنا لهذه الأمور فهذه تزيدنا علما ومعرفة واتباعا. صحيح الرسول والأئمة بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن طينتهم
أعلى من طينة سائر البشر، أرواحهم أعلى من سائر أرواح البشر. أنت شيل حصوة وشيل ياقوتة، الحصوة جسم مادي من الأرض، والياقوتة أيضا جسم مادي من الأرض، هي بالأساس المادة واحدة، لكن الحصوة أين والدرة أين؟ الياقوتة أين؟ الماس اللي هذا الحجر الكريم اللي له قيمة، هذا في الأصل فحم، لكن خلال ملايين السنين تحول من فحم إلى ماس. تجيب فحمة لا قيمة لها، وتجيب ماسة تسوى الملايين المليارات. هذه جسم مادي وذلك جسم مادي، هذه من الأرض وتلك من الأرض، لكن أين هذه من تلك؟ بل العلم الحديث يدل على أن جميع العناصر اللي هي في الأرض هي بالأساس من شيء واحد. في الانفجار الكوني الكبير حسب اختلاف درجات الحرارة تحول الأشياء إلى عناصر مختلفة، يعني اللي تعرض إلى درجة حرارة كذا مليون درجة تحول إلى حديد، اللي أكثر منه تحول إلى ذهب، اللي أقل منه تحول إلى نحاس مثلا وما إلى ذلك، كما يقوله علماء الفيزياء ونحن ننقل كلامه. الله سبحانه وتعالى هذا المثل المادي اللي ذكرناه لتقريب المسألة إلى الذهن. الرسول بشر، إحنا هم بشر، لكن طينته أعلى من طينتنا، روحه أعلى من روحنا، وإذا علمنا بذلك نعلم معنى الاصطفاء. إن الله اصطفى، شنو يعني اصطفى؟ الاصطفاء في الخلق والخلق وفي التعليم. وأما الحديث الأخير من أحاديث هذا الباب أيضا اختصار للأحاديث الماضية. سمعت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام يقول: إن الله خلقنا من أعلى عليين. أعلى منطقة في الجنة هي عليون، وأعلى عليين خلقت منها أجساد الأئمة، وخلق قلوب شيعتنا يعني أرواحهم مما خلقنا، يعني أرواح الشيعة خلقت من عليين لكن من مراتب أدنى منها، وخلق أبدانهم من دون ذلك يعني من أدنى من عليين، فقلوبهم تهوى إلينا لأنها خلقت مما خلقنا. أكو ارتباط محبة، ليش؟ لأن أرواح المؤمنين خلقت من مادة خلقت منها أجساد الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ثم تلا هذه الآية: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. هذه الآية في سورة المطففين. الله سبحانه وتعالى سجل أعمال المؤمنين يجعله في عليين، يعني المكان الشريف، وتأويل الآية بخلق المؤمنين من عليين. كلا، يعني ليس الأمر كما زعمتم أيها المكذبون من أنكم أهل كرامة الله، أنكم أهل كرامة الله، إن الكرامة ليست لكم وإنما هي للأبرار. إن كتاب الأبرار يعني الكتاب الذي أدرج فيه أسماؤهم وعين فيه مقاماتهم، لفي عليين، مراتب عالية في الجنة، لأنه كما ذكرنا عليين جمع علي، علي على وزن فعيل صيغة مبالغة، يعني عالي إلى ما لا نهاية. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يعني مسجل لا يمحى فيه اسم الأبرار، يشهده المقربون يعني يعلم به الملائكة المقربون والأنبياء المقربون. وخلق الإمام الباقر يقول: وخلق عدونا من سجين، سجين من السجن،
وخلق قلوب شيعتهم مما خلقهم منه، يعني أبدان أتباع أعداء أهل البيت خلقت من سجين، وأبدانهم من دون ذلك يعني من مراتب نازلة من سجين، فقلوبهم تهوى إليهم. شوف الناصبي قلبه يهوى إلى أعداء أهل البيت لأنها خلقت مما خلقوا منه. ثم تلا هذه الآية: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، سجل أعمالهم في السجين اللي هي منطقة في النار في أسفل النار، وأبدانهم قلوبهم خلقت من تلك المنطقة، فلذلك النواصب يحنون إلى أعداء أهل البيت. تشوف عندما يذكر اسم يزيد ابن معاوية يهش طربا. طبعا كما ذكرنا هذا ما ينافي الاختيار، في الحلقة الماضية فصلنا أن الإنسان بسوء اختياره يكون من النواصب، من أهل النار، من الكفار، من المنافقين، ولأن الله علم أنه بسوء اختياره يكون من المنافقين من النواصب لذلك خلقه من سجين. والتفصيل راجعوه في الحلقة الماضية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين ومن المسلمين لرسول الله ولأهل بيته الطاهرين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.